اقرب الناس الى احمد الحسن البكر هو صالح مادي عماش، كان زميله ومرافقه خلال فتره ابعادهم عن المنصب، في خلال فتره وجود البكر في داره في علي الصالح، سفراته تجولاته، ودائما كان رفيقه صالح مادي عماش وايضا حردان. لكن ها بالنسبه لي الشخصيتين حردان التكريتي وصالح مادي عماش، قيادات البعث، القيادات المدنيه وبالذات صدام حسين، لم تكن مطمئنه لوجودهم في السلطه وتبوؤهم مواقع قياديه.